هو واحد من أساطير كرة السلة الأهلوية والمصرية، لقب بالعديد من الألقاب منها أبو تريكة كرة السلة والبرنس، وكان أحد أعمدة الفريق الذي نجح في كتابة تاريخ البطولات داخل القلعة الحمراء. هو شريف علي، المولود في 5 أبريل عام 1973، بدأ حياته مع معشوقته كرة السلة في مركز شباب العباسية، وقدم مستوى مميز واستطاع قيادة فريقه للفوز على الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك والجزيرة، وهو ما دفع مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد معه في ظل وجود عدد كبير من العروض المقدمة له من باقي الأندية، ولكن كانت رغبته الأولى الانتقال لصفوف الشياطين الحمر. وعقب انتقاله للنادي الأهلي تم تصعيده للفريق الأول بالرغم من صغر سنه، حيث كان يبلغ 17 عاما، لكنه اكتسب العديد من الخبرات في جيل كبير رفقة هاني عبد المنعم، أحمد إسماعيل، سيد صابر، عبد الهادي الجزار، قبل أن يكتب التاريخ مع الجيل المميز الذي فتح الباب أمام حصد البطولات المحلية والقارية، وهو الجيل الذي ضم أسماء رنانة، ويأتي على رأسهم طارق خيري، علاء زهران، إسلام علي، ياسر أبو الفتوح، خالد مصطفى، وطارق الغنام، وعدد كبير من الأسماء الرائعة التي هيمنت مع النسر الأهلاوي على البطولات. استمر علي مع الفريق الأول لفترة طويلة تخطت 18 عاما، كانت آخر 6 سنوات منهم كقائد للفريق قبل أن يقرر الاعتزال في موسم 2010-2011 ليتجه إلى العمل الإداري داخل الفريق في منصب المدير الإداري لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، واستطاع مع زميله السابق والمدير الفني حينها طارق خيري الفوز ب7 بطولات في 3 مواسم، وهو رقم مميز. ثم جاءت رياح التغيير لتدفع به في لجنة انتقاء المواهب حالية، وهو المنصب الذي يعتز به شريف علي، حيث يشعر أنه يقدم خدمة مميزة لناديه وللمنتخبات الوطنية في اكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة.